ويعود معنا مجددا من غزة عبر الهاتف الدكتور منير البرش، المدير العام لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة. دكتور منير، أهلا بك مجددا. إذا كنت تسمعني كنت سألتك عن الوضع الآن بعد المجزرة التي جرت فجر اليوم على مدرسة التابعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الاحتلال الإسرائيلي دمر هذه المدرسة، وهي مدرسة للإيواء، يعني هناك أكثر من في هذه المدرسة، وهي مدرسة التابعين، وهي تابعة لجمعية الصحابة، وهي مدرسة للتبليغ والدعوة. كل من فيها هم يعني يحفظون القرآن وتدارسون السنة. كانوا في صلاة الفجر وألقيت عليهم هذه القنابل الكبيرة والصواريخ، ثلاث صواريخ يعني بمئات الأطفال من المتفجرات، فسوتهم بالأرض. الأشلاء كانت متناثرة والجثث متناثرة، فلذلك كان هذا العدد الكبير من الشهداء، يعني حتى الآن أكثر من 100 شهيد، أكثر من 70 مصاب، منهم 10 هؤلاء على يعني أشد خطورة. كنا نجد صعوبة كبيرة جدا في جمع الأشلاء، لأننا لا نعرف من أصحابها، فنجمع هذه العظام على هذه الأرجل وعلى هذه الأيدي. الحقيقة الاحتلال استخدم هذه الأسلحة الذكية المهداة له من أمريكا، يعني لقتل هؤلاء الناس، هؤلاء الصبية، أطفال ونساء. الاحتلال يدمر كل شيء، يشعل النار في هذه المراكز، يحرق المستشفيات، يقتل الأطفال. الاحتلال يعني يرعبنا ويحاول أن يسخر من محاولتنا في البقاء. دكتور منير، يعاود الكرة علينا مرة ومرتين، يعني لا يأبى هذه المدرسة أن جاءها مرة أخرى أو ثالثة. هو لا يرتوي من دمائنا ولا يشبع من قتل أطفالنا. نعم دكتور منير، يعني كنت تتحدث أنه يعني عملية التعامل مع الجثث كانت صعبة هذه المرة، يعني تتعاملون مع أشلاء. ماذا عن وضع أيضا المصابين؟ كيف هي حالتهم؟ يعني من يذهبون إلى المستشفيات التي ما زالت تعمل بإمكانيات ضعيفة؟ أختي الكريمة، يعني أنا قلت أن هناك أكثر من 70 مصاب، من بينهم 10 في حالات الشديد. عندما يأتي هذا العدد الكبير من المصابين والشهداء إلى مستشفى وحيد في مدينة غزة، وهو المستشفى الأهلي أو ما يسمى بالمعمداني، هذا عندما ترين هذا المستشفى هو صغير جدا، يعني لا يحتوي إلى عدد أسرة، يعني قليلة جدا، لا يوجد إمكانيات تحوى هذا العدد الكبير من الجرحى، لا يوجد مستلزمات طبية، لا يوجد غرف عمليات إلا 3 غرف عمليات. الحقيقة هذه مأساة كبيرة، يموت هؤلاء أمامنا ولا نستطيع أن نفعل معهم شيئا، لا نستطيع أن نوقف نزيفهم أو نعالجهم أن نداويهم، لأن هناك شح في الأدوية، شح بالمستلزمات الطبية، حتى أن بعض المستلزمات الطبية الخاصة بغرف العمليات أعدنا تعقيمها للمرة الثانية، وهذا مخالف للنظم الصحية. الحقيقة هذه مأساة كبيرة جدا عندما نجد هذا الموت ورائحة الموت تخرج من كل مكان. الاحتلال الذي يعني عمل أكثر من 3400 مجزرة وقتل أكثر من ما يقارب 40,000 شهيد، و هذا الاحتلال الحقيقة فقد كل معاني الإنسانية. هذا الاحتلال لابد أن يحاسب على جرائمه في هذه الإبادة الجماعية. الاحتلال الذي يعني يجعل من نفسه يعني أكبر من القانون الدولي، أكبر من اتفاقيات جنيف الرابعة، أكبر من حقوق الإنسان، لا يأبه بأحد، لا يأبه بالمجتمع الدولي. عندما يريدون أن يتكلموا عن مصالحة يتحدثوا عن مجزرة كبيرة جدا بحجم مجزرة الفجر، وأنا أسميها مجزرة الفجر لأنه الناس عن النازحين يعني دكتور منير، يعني أيضا في المسجد كما نرى أنه حتى النازحين ليس ملجأ، ليس هنالك أي ملجأ لديهم أيضا. هل تتعاملون مع هذه الحالات؟ يعني باتت المستشفيات هي ملجأ لهؤلاء النازحين؟ هم لا ملجأ إليهم أختي، لا ملجأ إليهم. هو الاحتلال جعلهم يفرون من مكان إلى مكان، خرجوا من
من البيوت التي قصفها عليهم، فذهبوا إلى المدارس للإيواء، جلسوا في المدارس للإيواء قصفهم في المدارس، ذهبوا إلى المستشفيات أحرق المستشفيات عليهم، ناموا في الشوارع دمر الشوارع عليهم، عمل أحزمة نارية. الاحتلال يتلاعب بنا ويجعل منا يعني في متاهة الموت، يعني يحاصرنا، جعل متاهة الموت هي السبيل له، فهو ينظر إلى إبادتنا كخلاص له، هو يريد إبادة الشعب الفلسطيني، لا يريد أكثر من ذلك، يقتل ويقتل ويقتل ولا يريد أكثر من ذلك، لا يريد أن يتفاهم أحد، وكل ما تسمعونه هو هراء، هو فقط يريد أن يرتوي من دمائنا، هذا هو الاحتلال. فلذلك هو يعمل يجعل منا كمصائد للفئران، عندما نهرب من مكان يضرب هذا المكان، نخرج منه يضرب هذا المكان. في نازحين نزحوا أكثر من 3 مرات وأربع مرات وخمس مرات. هو هذا الاحتلال دائما وأبدا يعني يجعل من، وهذا هو الاحتلال الذي يعني بعض الكتاب الإسرائيليين قالوا بالحرف الواحد سنحرق سندمر مخيماتكم سندمر مدنكم. وهذا الكاتب معروف عندما تحدث عن ماذا سيفعل بغزة، قال بينما تهربون إلى جزء من غزة وتركضون إلى جزء آخر منه محاصرين في متاهة الموت ذهابا وإيابا صعودا وهبوطا جنبا إلى جنب 6 مرات 7 مرات سنتلاعب بكم سنقتلكم أينما ذهبتم. هذه عقلية الاحتلال. فانظري ماذا يقول سموتريتش الآن وتسمعين، يريد سموتريتش أن يقضي على 2 مليون نسمة بسهولة ومن العدل، هو ميزان العدل الذي يقول به أن يموت 2 مليون من أجل إطلاق الرهائن. ماذا ستفعلين مع هذا الاحتلال؟ عندما يقتلنا لا يأبه بشيء، هو يقتل حشرة، هو لا يرانا إنسان بشريين، هو لا يعتبرنا أننا كبشر مثله، هو هكذا هو الاحتلال يريد أن يقتلنا. وهو قال بنفسه أكثر من مرة أنتم لستم بشر، أنتم مخلوقات أدنى من البشر، نسخر من بؤسكم وسنحتفل بقتلكم. هو هذا الاحتلال. يعني الحقيقة نحن في متاهة كبيرة جدا اليوم ومحاصرين في كل المجالات، عندما يذهب الناس إلى الخيام يموتون، عندما يذهبوا إلى المستشفيات يموتون، نموت بالمجاعة ونموت بالقتل ونموت بالرصاص. بعض الأسلحة التي استخدمت أختي الكريمة، بعض الأسلحة أخفت الجثث، يعني نأتي لإنقاذ بعض الناس، يقولوا أن في هذا المكان 8 أشخاص نجد 6 أشخاص، أين ذهبوا الاثنان؟ هذه الأسلحة الذكية أم الغبية أم ماذا ستكون تخفي حتى الأشخاص، تخفي الإنسان، تجعله رمادا. هذا هو الحاصل. كثير من المفقودين الآن في هذه المجزرة، مجزرة الفجر، يرسل إلينا الأهالي ويقول أن لنا ابنا هنا لا نجد له جثة، لا نجد له إلا رمادا. الجثث حتى احتراق الجثث من الدرجات المتقدمة جدا جدا ليس لها علاج، ولم نرها من قبل ولم نسمع بها إلا عندما رأيناها بهذا الشاكلة. الاحتلال يستخدم ضدنا هذه الأسلحة المحرمة دوليا. لا بد من تحقيق دولي مع الاحتلال، ولا بد من عمل لجان التحقيق أن تأتي لترى ماذا فعل الاحتلال بنا، ماذا استخدم الاحتلال في قتل، ماذا ألقى علينا ونحن نصلي الفجر. هذا هو الاحتلال يا سيدتي. دكتور منير البرش، يعني دائما نتمنى لكم السلامة، يعني لا شيء يقال غير ذلك. المدير العام لوزارة الصحة الفلسطينية في القطاع، شكرا جزيلا لك.